مين اللي هيدير مباراه بكره ان شاء الله؟ الحكم السنغالي ماجيت ناداي هيدير هذه المباراه. منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب اوغندا. ناداي عنده 33 سنه، من مواليد سبتمبر 86، حصل على الشاره الدوليه عام 2011. أدار عدة مباريات للفرق المصرية، منها الأهلي وسيمبا التنزاني في القاهرة، والتي انتهت بفوز الأحمر بخماسية مقابل لا شيء. أيضا أدار ناداي مباراة مصر والنيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، وفاز الفراعنة بنصف دستة أهداف. أيضا تولى إدارة مباريات للنادي الإسماعيلي، منها مباراة الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي، والتي أقيمت في الإسكندرية على ملعب برج العرب، وانتهت بالتعادل ما بين الفريقين بهدف لكل فريق. أدار أيضا الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية الإفريقية، وانتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. أيضا أدار مباراة المصري واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية، وانتهت بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء. ده الكلام يعني الخاص بالحكم السنغالي ماجيت ناداي، الذي سيدير مباراة غدا منتخبنا الوطني أمام منتخب أوغندا. المهندس إيهاب الهيطة بيكشف سبب استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة. قال الأداء في اتكلم الأول عن الأداء، وقال إن الأداء في تحسن مستمر، وننتظر أداء أفضل أمام أوغندا، وكل اللاعبين متحمسين للغاية لمواصلة تصدر المجموعة وحصد النقاط الثلاث أمام أوغندا. أيضا كان زعلان جدا المهندس إيهاب الهيطة على إصابة جنش، وقال إن هي إرادة ربنا، ونسعى لإنجاز كل ترتيبات سفر الحارس لألمانيا. طبعا اللي هيصرف على جنش هو اتحاد كرة القدم لحين عودته بالسلامة إن شاء الله لنادي. أيضا قال إيهاب الهيطة أن استدعاء أبو جبل جاء بفرمان من أجيري وأحمد ناجي، حتى لا يتم تكثيف الحمل التدريبي على أحمد الشناوي ومحمد الشناوي في مران الفراعنة. كابتن هاني رمزي بيقول أن مباراة أوغندا ستشهد تطورا في أداء لاعبي الفراعنة. الحقيقه ده اللي نتمناه، ده اللي نفسنا نشوفه بكره ان شاء الله في المباراه دي. الكل ينتظر ماذا سيفعل منتخبنا الوطني، الكل ينتظر هل سيتحسن اداء منتخبنا الوطني ام سيبقى زي ما هو. الحقيقه المباراتين، المباراه الاولى امام منتخب زيمبابوي والمباراه الثانيه امام منتخب الكونغو الديمقراطيه، كسبنا، وكسبنا واحد وكسبنا اثنين في المباراه الثانيه، ولكن الاداء لم يكن على قد المطلوب. الحقيقه في ناس او في مدرستين، في مدرسه تقول لك ايه، احنا حققنا المطلوب، المطلوب هو ان احنا نصعد الى دور ال 16، وبالفعل احنا صعدنا لدور ال 16. دور ال 16 دائما او الادوار اللي هي النوك اوت دي او الخروج المغلوب بيبقى ليها ترتيب معين او ترتيبات معينه حتى في المباريات او حتى في تكتيك المباريات. النهارده اجري في تصريحاته لما اجي اقولها لحضراتكم هقول لكم قال ايه برضو في موضوع التكتكس اللي بيلعب بيها في المباريات. وبالتالي الكابتن هاني رمزي بيرى إن أداء منتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة سيتحسن وبشكل ملحوظ، من وجهة نظر طبعا الكابتن هاني رمزي. وطبعا عبر عن حزنه الشديد لإصابة محمود جنش بقطع في وتر أكيلس، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحراس الثلاثة في صفوف الفراعنة إمكانياتهم قوية. طيب قبل بقى ما نتكلم عن تصريحات خفير أجيري، تعالوا نروح نشوف تقرير عن منتخب مصر يختتم استعداداته لمباراة أوغندا، ونرجع نكمل مع حضراتكم تصريحات خفير أجيري. أملا في مواصلة الانتصارات، اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته الجادة اليوم السبت استعدادا لمواجهة أوغندا الهامة المقرر لها غدا الأحد على أرض ملعب استاد القاهرة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات. بالرغم من عدم رضا الجماهير عن أداء الفراعنة، إلا أن الفوز في مباراتي زيمبابوي والكونغو على الترتيب جعل الجميع يطمئن على أبناء المدير الفني خفير أجيري ومدى قدرتهم على المنافسة على التتويج ببطولة الأمم الإفريقية، لا سيما بعد أن ضمن المنتخب التأهل لدور 16. ركز الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت على أداء المنتخب الوطني في مواجهتي زيمبابوي والكونغو، وخاصة من الناحية الدفاعية.
كما عقد أجيري جلسة مع ثلاثي خط الهجوم مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد علي، طالبهم بزيادة الفعالية الهجومية على مرمى الخصم ومحاولة التسجيل من أنصاف الفرص، خاصة أن البطولة ستدخل مرحلة الحسم عقب مواجهة أوغندا. لعل الفوز على أوغندا سيضمن للمنتخب الوطني اعتلاء الصدارة والابتعاد عن مواجهة المنتخبات القوية في دور 16 والحفاظ على فرص الاستمرار في الكان لفترة أطول. بالرغم من حالة الارتباك التي شهدها معسكر المنتخب خلال الساعات الماضية بعد إصابة محمود جنش حارس المرمى بقطع في وتر إكيلس وخروجه من معسكر الفراعنة، إلا أن أجيري وهاني رمزي المدرب العام نجحا في الحفاظ على تركيز اللاعبين وإبعادهم عن أي أمور أخرى قد تشغل تفكيرهم، ورفع الجميع شعار لا بديل عن الفوز على أوغندا.